نرجع مرة ثانية يا شباب. قلنا مزايا الربط بالبرشام، بيستخدم الربط بالبرشام في التركيبات المعرضة للأحمال والاهتزازية الكبيرة. طبعا هذه ميزة، لأن لو استخدمنا الربط باللحام للأحمال الاهتزازية الكبيرة ممكن يحدث إن اللحام ينكسر وتنفصل الأجزاء الملحومة عن بعضها. بيستخدم او تستخدم البرشمه لتوصيل المواد المصنعه من معادن صعبه التلاحم مع بعضها او لا يمكن تسخينها. هناك بعض المعادن لما تيجي انك انت تلحمهم مع بعض لا تقبل عمليه اللحام، بترفض الايه اللحام، لان هي مصنعه من مواد معينه، وفي نفس الوقت ايه ما ممكن لا يعني لا تتجاوب مع عمليه الايه التسخين. مزايا الربط الثالثة، الميزة الثالثة من الربط بالبرشام، بيستخدم في ربط الأجزاء التي تتعرض إلى ضغط كبير أو ضغط وحرارة. يعني الأجزاء اللي هي بيها ضغط كبير أو ضغط وحرارة ممكن إيه نتيجة الضغط أو نتيجة الحرارة هذا ممكن اللحام يفك، تمام، فتنكسر الأجزاء. فبالتالي بنلجأ لهذا النوع من مثل الغلايات، وشفتوا أنتوا بتستخدم دائما ربط الأجزاء بواسطة البرشامة، صعب إن أنا ألحمها بواسطة اللحام. عيوب الربط بالبرشام، هو مهم جدا وجيد جدا وقوي جدا، ولكن عيوبه شيء ان هو بيستهلك كمية كبيرة من المعدن وبنبذل جهد كبير في انجاز العملية. شنو الجهد الكبير اللي بنبذله؟ بنقوم بثقب الجزئين مع بعض، وبعدين بنقوم تسخين الريفت او البسمار، وبعد ذلك بنقوم بعمليه ايه ضغطه في الاجزاء المراد ربطها مع بعضها، وتكوير راس البسمار في الاخر. فبياخد عمليه بياخد وقت في انجاز العمليه وجهد كبير، وفي نفس الوقت نتيجه ثقب يعني الثقوب المختلفه، فانت بتزيل جزء كبير من المعدن، تمام، بيزان اللي هو قطر البسمار، قطر الثقب اللي انت بتثقبه. هذه كلها قطع من المعدن انت بترميها منه، فبالتالي بتكون انك انت استهلاك كميه كبيره من المعدن، يعني بيستهلك بانه يعني بتقوم بثقبها ورميها، فبالتالي بيكون جزء كبير من المعدن ايه استهلك. زيادة وزن الوصلات المرشمة بنسبة من 4 إلى 5%، بينما في الوصلات الملحومة من 1 إلى 1.5%. نعم، أنت لما تيجي تربط أي جزء بالبرشمة أنت بتضيف برشام، تمام، له طول البرشام وله رأس البرشام، فبالتالي هذا وزن إضافي. بيشوف كم بسمار أنت بتربطهم في الوصلة المبرشمة، تمام، وكم صف بتربطهم، فهذا بتضيف أحمال زيادة. والواحد يقول لي زين ليش بنستخدمه؟ استخدمه لأنه قلنا بالمزايا مالته، اكو مثل الضغط والحراره والاشياء هذه او التركيبات المعرضه للاحمال، فبنكون مضطرين ان احنا نستخدم الوصلات البرشميه رغم ان هي بتضيف لي احمال من 4 الى 5%، بينما الوصلات الملحومه بتضيف من 1 ل 1.5 اللي هو مقدار للمنطقه الملحومه او اللحام الموجود على المعدن. بذل جهد كبير مثل ما شفنا في تنفيذ عمليه البرشامه، في وجود عمليات اضافه سمكره وتثقيب والى اخره. أصعب كثيرا من عملية اللحام وأقل إنتاجية، فيؤدي ذلك إلى ارتفاع كلفته، فبالتالي هذه كانت إيه عيوب الربط بالبرشام، وعرفنا مزايا الربط بالبرشام، وأيضا عرفنا عيوب ومزايا الربط باللحام. ممكن أقول لك أنا أجي هنا سؤال، قارن بين الربط بالبرشام والربط باللحام من ناحية المزايا أو من ناحية المساوئ، فأنت تكون أنت فاهم العملية شلون بتتم. بكده يا شباب نكون انتهينا من عملية ربط المواد مع بعضها، وبالتالي شفنا الربط بواسطة اللحام، سواء كان لحام قوس كهربائي أو لحام مقاومة كهربائية أو اللحام الغازي، أو إذا كان الربط من النوع الثاني اللي هو الربط بالبرشام. بكده نكون انتهينا من محاضرة اليوم. إن شاء الله هنحاول إن أنا أسوي لكم كويز حتى نشوف نقف على المستوى اللي انتوا وصلتوا له، ولان احنا صلينا فتره طويله ما مسوين كويزات. هعلن عن موعد الكويز على صفحه الكلاس روم، فارجو انك انتوا شويه تستعدوا في قراءه الاجزاء اللي فاتت. هيكون الامتحان او الاختبار او الكويز، انا ما هسميه امتحان، في الجزء اللي الثاني او الفصل الثاني اللي هو من اول المحاضرة رقم 10 إلى المحاضرة اليوم اللي هي رقم 12.
الثلاث محاضرات، 10 وال11 وال12. شكرا جزيلا لإصغائكم، وإلى أن نلتقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.